ما بين تما 13 والجمعيه تبارك الله تقدر تهز 42 واحد 50 واحد. العواول دابا رجعوا كيقراو، حنا شهر ما كنقراوش دابا. ولكن ملي غنلقاو هاد المراكز هي براسها كتلوحوا من الشارع، فهنا هذا كيتسمى جريمه حقيقيه. هذه 2014 دابا نجيبوا الرئيس نقولوا شنو الاسم ما عرفنيش. الدراري كيطلبوا جوج الحاجات، يلتحقوا بالجمعيه ويدخلوا يقراوا. باقي حاليا ما دخلوش يقراوا. وانا المستقبل ديالي عايده، غنضرب 18 عام غنخرج شحال ما قريت مديت والو غيخرجوني للزنقة. فملي كيخرج هذا الطفل ومازال وهذا كيولي شاب ومازال كيطلب انه يتحل المشكل، معناه انك ما اهلتيهش. ما باغيش نكون انا عندي طونوبير فيلات، ما باغي والو من داكشي. انا باغي السكنه ديالي نكبر، نعمل السكنه ديالي تكون فيها عادي بحالي بحال الناس. المهم ما بقاش نبات في الزنقة. سامعك. اسم ديالي عبد الحي الخاطب، جينا من الجمعية ديال الخيرية بن ديبان اللي هي حاليا الصداقة، وجيت نحكي على موضوع ديال هاد الدراري هادو حيت عندي خوتي صغارين تماك، جاو باش يهضروا يشوفوا هاد المشكل هذا، حيت الجمعية ما استقبلتهمش وما التحقوش بالمدرسة. الجمعية كتقول لهم بأن راه عندهم مشكل مادي، وأنا كان أنني واحد كنت تماك قبل ما خصنيش عار شنو وقع، حيت كانوا خوتي عاوتاهم، كاين كل واحد فيه مشى، كاين اللي تشرد، كاين اللي مات الله يرحمه، وما خصنيش الظروف اللي رجعوا حتى هما يدوزوا فيها. جينا حتى حنايا نشوفوا السيد الوالي ان شاء الله باش نشوفوا المشكل الحل. الدراري دابا بدا كاين اللي عايش في الزنقه، كاين اللي بدا كيفكر العيل صغير بحال هذا غيبدا يفكر بزاف الحاجات، حيت انا في الله ديالو حتى انا كنت كنفكر بزاف الحاجات، حيت غدا ولا بعده ما خصكش تحاسبوا علاش عملتي. العواول كاينين دابا ما بين 13 والجمعيه تبارك الله تقدر تهز 42 واحد 50 واحد، وانا هادشي اللي كنشوف في الزنقه اغلبيه ناعسين، وشوف الجمعيه قداش عندها هاد المأوى وتبارك الله فضاءات وعشرة د الناس. الرئيس اصلا دابا نقول له شنو اسم الدراري ما كيعرفهمش، وانت كتنوب على انك تكون رئيس الجمعيه وما كتعرفش الدراري وشحال هادي السنين. الدراري كيطلبوا جوج الحاجات، يلتحقوا بالجمعيه ويدخلوا يقراوا. باقي حاليا ما دخلوش يقراوا، وهذا موسم دراسي دابا راه دازت واقيلا علينا شهرين. زيت نهضر على شي الحقوق اللي ما عندناش مطلبه مر، كنهضر على العواول دابا رجعوا كيقراو، حنا شهر ما كنقراوش دابا. جالسين مع عزيزه مسكينه وعزيزه الشرف، عزيزه الشرف مسكينه وما عندها شي صحه حتى، وزيت كنهضر على الغسيل اللي ما كنغسلوش، تشامبونات شهرين حنا كنطلبوهم بزيزه من الريزيدونسي كيطيحوا في الساحه ما عندوش كيعدلوا كيدخل علينا الهواء، كان بطانيات جاو غسلناهم جاو هبطوهم وبقينا ببرد، جيزان طاحوا كيدخل علينا الهواء كنبقاو ببرد. هذه 2014 دابا نجيبوا الرئيس نقولوا شنو اسمي ما عرفنيش، انا 2014 وانا تما دابا نجيبوا نقول له اسمي ما عرفنيش، دابا نقز محدا يقول لي تينا كنعرفك تينا معايا في الجامع ما يعرفنيش. كنشوف الحاجه اللي كنشوف كتعذب، كنشوف ان عزيزه غتمشي عدي علي وانا المستقبل ديالي عايده، غنضرب 18 عام غنخرج شحال نعمل، ما قريت مديت والو غيخرجوني للزنقة. الزنقه تي كتب في الزنقه، بات في الزنقه، ما كاينني حقوق ني والو، بات في الزنقه. تخيل بنك يبات في الزنقه، ما يمكنش. لا كتخيل بنو هو يجي مركز يبات في الزنقه، تخيل ابنك يبات في الزنقه، تخيل. خصنا الحقوق ديالنا، خصنا الحقوق، كنطالبوا بالحقوق ديالنا والرجوع لمركز قراو قراي ديالنا، وحنا دابا باقي ما دخلنا حتى مدرسه. كنشوف كنمشي نجلس حدا المدارس كنشوف العواول كيقراو وكتجيني واحد الغير، علاش انا ما مشيتش تنقرا، علاش انا ما كاينش في ديك المدرسه، علاش بغيت نوصل بعدا كاين نضمن راسي فين نسكن نعيش بخير، نكبر نعيش بخير. ما باغيش نكون انا عندي طونوبير فيلات، انا ما باغي والو من داكشي. انا باغي السكنه ديالي نكبر، نعمل السكنه ديالي نسكن فيها عادي بحالي بحال الناس. المهم ما بقاش نبات في الزنقه، حيت كنشوف النص كبر لي الدراري خوتي ها هما خوتي حتى هما كاجو من تما، ها هما مسكين كل واحد، وكاين اللي مشى في الحبس، كاين اللي مات، كاين اللي مسكين ها وباقي ساكن في الزنقه. ما كنقراوش مرة، ما مضيعنا، ما كيعيطوا لنا جوج تقراو ما حتى حاجه، مضيعنا بزاف. ها كل مره في الزنقه، ما كاين لا ماكله لا شراب، حوايجو بالدرع مش كنشريو، ما كنسعى مش كنجيب الحوايج لراسي. خصني نعيش مزيان، خصني بطانيات مال الحوايج، خصني اخر، خصني نرجع نقرا نضمن المستقبل ديالي. حقيقه حين
كي تطرح الموضوع ديال الأطفال في وضعية شارع أو الأطفال في الشارع أو الأطفال اللي هما يستغلون من طرف جهات معينة، فهذا موضوع كأرقنا جميعا كمواطنين وكمنتظم المجتمع المدني. الأطفال هادو الصغار اللي هما كيقولوا على أنهم كانوا في مركز الصدقة واللي هما الآن في الشارع، معناه أن هناك واحد تراجع كبير على حقوق الطفل. حنا كنقولوا المراكز وجدت لإيواء الأطفال ولاحتضان الأطفال ولانتشالهم من وضعية الشارع، ولكن ملي علقوا هاد المراكز هي براسها كتلوحوا من الشارع، فهنا هذا كيتسمى جريمة حقيقية اللي خص يتفتح فيها تحقيق وخص محاسبة المسؤولين، لأن مراكز الإيواء هو حق، وحق الإيواء هو حق بالنسبة للطفولة. تكوين والاحتضان والحماية هذه مكفلة به الدولة، هذه المراكز هي مراكز رسمية وهي تمول من طرف الدولة من التعاون الوطني وغيره وأسرة والتضامن، وكاينة مشاريع كثيرة. لا يعقل باش نجيو واحد الوقت بدارعة أو بأخرى ونلوحوهم الشارع ونقولوا ما عندناش الإمكانية أننا نأويوهم، هذا جانب بالنسبة للقاصرين. بالنسبة للذين ودائما كنعودوها وكنكروها، الأطفال اللي مروا بمراكز دار الخيرية أو مراكز شبيهة مراكز الإيواء واللي هي وكيوصلون 18 عام وكنخرجوهم الشارع، هذا حتى هو فيه خصو نعودوا فيه النظر، لأن المسؤول هو هذاك المركز اللي ما أهلوش باش يتحمل مسؤوليته من بعد سن الرشد. فملي كيخرج هذا الطفل ومازال كيولي شاب ومازال كيطلب أنه يتحلوا المشكل، معناه أنك ما أهلتيش. فلهذا خص إعادة النظر في هذه مراكز الإيواء، خص يكون فيها تكوين حقيقي، خص يكونها مختصين، ما يكونش فقط مركز يغلق ويفتح ونعطيوهم الأكل والمأكل والمشرب. خصنا نوصلوا إلى مستوى التكوين ومحاولات اعتمادهم، نعطيوهم آليات الاعتماد على النفس ونعطيوهم آليات أنهم يعملوا بها ما يسمى المقاولة الذاتية والتمويل وغيره. هذا هو ربما الاستراتيجية اللي غادي فيه الدولة، ولكن نفاجأ ملي كنصور مثل هذه الحلول اللي يمكن نقول عليها بأنها يندلها الجبين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.